أول القوار ذكر الله، أول القوار ذكر الله، والشياطين نفسيها، والشياطين نفسيها، يا شباب الأردنية، يا شباب الأردنية، كلهم اسماعي وذكورة، كلهم اسماعي وذكورة، يا أردن حنا فدوالك يا مال لقفا حبيبنا سمير حباشي ومعالي أخونا وحبيبنا ومروان الحمود، فأهلا وسهلا بالحضور الجميع وضيوفي الأعزاء وأحباء، وأهلا وسهلا بالجميع. وباسم أهالي مدينة السلط نرحب بضيفنا ابن الهية معالي المهندس سمير الحباشي، و باسمكم جميعا وباسم المعزب نرحب بكم مرة أخرى. معالي أبو الفهد يعني في محطات كثير بحياته، ولكن للأمانة لازم نذكرها، فهو ابن الوطن، عشق الوطن وعشقه الوطن، أعطى للوطن وأعطاه الوطن، وهو يحب الكرك ويحب السلط كحبه للكرك. خلال معاملتنا مع يعني مع أصدقاء من السلط كأصدقاء من الكرك، وهذا ليس بغريب لأنه ابن الوطن. والحديث في بيت المعزب الغانم من أبو عبد الله أخي إسعاف، لأشكرك أنه يتيح لي فرصة أني أجلس مع هذه النخبة المحترمة من أبناء الوطن. برجع للدكتور محمد، هو من أبناء السلط المحترمين. أقول أنه بداية يعني الحديث يجب أن يبدأ بالإيجابية. الإيجابية هذا البلد بكل معاني الكلمة قصة نجاح، وهذا البلد حرك مراحل، وكثير منا اللي قاعدين هون يعني شفنا أهلنا في المغر وشفناهم في فلل. صحيح. جيل واحد يعني شاف ناس عايشة في المغر ونفس اللي كانوا في المغر هم في فلل أو شقق، وكلنا شفنا الأردن مش مضوي. بظل أقول لأبو العبد قصة حلوة من ربعنا من هالجنوب، إجوا لعمان واحد وسيدة، فكانت الكهرباء بس في عمان، ولا عمرهم سامعين فيها ولا شيء، بيسمعوا من فيها كهرباء. ففي الليل بيقول لهم هذا الريسبشن، بيقول يا غرفة ثلاثة اطفوا هالكهرباء، اطفوا الضوء. فبطلع الزلمة على الطاولة وبشب على اللمبة، هي تطفو.
بنفق عليها. بعدين قال المرة بلكي يمكن نفخ كبوه من يطلع. طلعت المرة نفخت ولها ما هي زابطة. هو ذكي مرتين ثلاثة يا غرفة ثلاثة ليه ما تطفوها للضوء؟ وانا بقول له خيوم احنا طافيين وبدك تطفي تعرض فيه لحالك. فات الزلم يتكي السال فيه هيك بقول لك طول الليل وهم شغالين عليها. هذول يعني ابانا يعني مش جيل بعيد. واليوم يوم تشوف الاردن 99% مضوي خدمات بكل ما تعني الكلمة. يعني في قصة نجاح بكل ما تعني الكلمة. يعني الذي لا يراها مصاب بعمى ألوان. ومع الأسف في ناس بيحاولوا لطخوا هالصورة بالسواد ويقولوا هذا البلد يعني ما سوى إيش. لا والله والله إنه بلدنا بيعبر عنه. لقاء كان وفد وفيه الدكتور عبد السلام المجالي روالي إياه مع أول ما استلم الرئيس بشار. فبيقول له إنه إحنا اليوم متقدمين عليه. فقال له الرئيس بشار كيف تقدمين علينا؟ قال له بسيطة كنا نتعلم عندكم صرتوا تتعلموا عنا. كنا نتعالج عندكم صرتوا تتعالجوا عنا. هاي مظاهر يعني تقدم. فالصورة الأردنية بشكل عام هذا الكأس مملوء بتقديري إلى ثلثين. وأنا بعتقد يعني يعود الفضل لهالشعب الطموح واللي عنده تطلع. احنا ما بعنا الارض ابانا الا للتعليم. بس للتعليم للمعرفة. ففي شعب عنده طموح عنده تطلع وعنده ايمان بهويته وبمظلتها العروبية بمظلتها الجميلة. يعني ما نسينا اصولنا كأردنيين. وايضا الحق يقال في عندنا كمان قيادة متسامحة طيبة إيجابية محبة للناس. يعني أيضا هذاك اليوم بحكي مع الإخوان لما الرئيس مرسي توفى في السجن خطرت لي واقعة صارت معنا أيام تذكروا 96 والخبز وكذا. وصار اعتقالات في مناطق الأردن في الجنوب ومنهم عم إلي عمره 75 سنة. أنا أيام نائب. ف اجتمع المرحوم الملك حسين مع أعيان ونواب الجنوب. فبحكي له سوى غدا ثاني يوم. بقول له جلالة الملك أنا عمي عمره 75 سنة وفي السجن. قال شو عامل؟ قلت له سولف له سالفة. طلق له تصريح إيش. وهذا 75 سنة مريض بده يصير له إشي. فالتفت على الأمير حسن وعلى الكباريتي كالرئيس حكومة. قال لهم يا جماعة إذا صار في هذا الرجل شيء وين نودي وجهنا من الناس؟ نشوف المقارنة أنت بين يعني كيف هذاك. طيب شو ما كان مرسي ولا بطلعه وبخليه يموت في داره بحط عليه حرس وبودي له راشن كل يوم وكذا وبعيش شو عياله. شوف الحال الثاني وين نودي وجهنا من الناس. فحقيقة في الصورة الإجمالية المشهد الإجمالي مشهد إيجابي. لكن هذا المشهد في ثلث من الكاس بده شغل حتى تكتمل الصورة وحتى الأمور تصل إلى ما يسعى وما يتطلع إلى المواطن الأردني. وكما ذكرت مواطننا طموح دائما يسعى لما هو أفضل وإلى يعني إلى الأمام منه. يعني إخواني حتى لا أطيل أنا بدي أحكي أولا في نقطة المتعلق في الأمر الفلسطيني. وحتى المعزب قال يعني بلكن أشر عليها. إحنا ومؤتمر المنامي وأعطي أنا بتقدير هذه الورشة أكثر من حجم. هذا ورشة أو مبادرة أو صفقة تختلف عن أي مبادرة أمريكية سابقة. المبادرات الأمريكية السابقة كانت تموت بعد أن تولد. هذه الصفقة ماتت قبل أن تولد. مثل ما بيعرفوا الأطباء في جنين اللي بموت قبل ما تولد هو في بطنه مميز كان ممكن يطلع ويموت. المبادرات السابقة لا هذا جنين
مات في بطن أمه. كيلو ستيل بيرت يم هيك التعبير تماما. ستيل بيرت يعني وفاة داخل الجنين. داخل الجنين صحيح. يعني اخواني الاعزاء انا من وعي من الرئيس جونسون ومرورا في نيكسون وفي فورد وكارتر وريغن بوش الاب وكلينتون بوش الكلينتون وبعدين الابن واوباما كل واحد فيهم طرح مبادره لحل الصراع، وكانت تفشل هذه المبادرات لانها بشكل او باخر منحازه الى الطرف الاخر. هذه المبادره مش منحازه، هذه المبادره هي صهيونيه، يعني ليست لا ما فيها اي وجه من وجوه العداله، لذلك ولدت ميته. وبعدين يا اخوان شو ما حكوا، اذا لم يكن هناك طرف فلسطيني يحط توقيعه على اي ورق فهي مساله لا تحسب ولا تسجل ولا يتم التوقف عندها. قرارات احتلال تجي بتقول لي والله ضميت الجولان، في مو جولان محتل من 60 سنة ومضموم سوف استيطان وبزرعوا وبيبيعوا وبسكنوا وبيشتروا. الضفة الغربية تقول لي والله قضموا من هون ولا قضم، هي محتلة من 67. هذا أنا بتقديري أخواني الأعزاء مش تطمين لكن فهم لحركة التاريخ. هذا صراع أجيال، هذا صراع لن ينتهي، لأن المسألة يبدو لا تتسع لنا ولهم بالنهاية. يعني في أكثر من مصر أم ندهتين سوى سلام، وإحنا سوينا سلام، والفلسطينيين سووا سلام، والسوريين كانوا على وشك إبرام سلام، تذكر وديع درابي ومشهد تطلع هذا النظام مثل ما كانوا بأنه توسعي. طيب أنت بدك فلسطين وبتقول هاي أرض الأجداد، شو علاقة الجولان تسويها جزء من إسرائيل لو لم يكن المشروع توسعي وليس له حدود؟ ومثل ما قالوا إسرائيل ما لها حدود. أنا بعتقد هذا صراع أجيال. عنصر القوة الوحيد في الأمة الآن وهي في حالة انكفاء وضعف وارتداد هو وجود 7.5 مليون فلسطيني داخل فلسطين التاريخ. في 7.5 مليون فلسطيني وقدهم يهود، وبالتالي هذا حضور لا يمكن تستطيع التقفز عنه عن وجوده. وبعدين الفلسطينيين جوا، وأنا بالثلاث سنوات الأخيرة وأكيد منكم ناس كثير راح، كان لي فرصة أني أشوف الوضع الفلسطيني هناك. يا عمي هذا شعب متشبث، هذا طبعة جديدة من الفلسطينيين، مش الفلسطيني 48 اللي يعني مثل جهل ما كان جهلهم أنه والله صارت حمل أغراضه وطلع على أمل العودة. فلسطيني قاعد نووي ما بيطلع من فلسطين، ضربوا في غزة حروب، تشوف الفلسطيني واقف بالآلاف على بوابة غزة مع مصر فايت على غزة مش طالع. إذا بتتذكروا من 3-4 سنين هجموا على مخيم جنين. أنا نملأ هذا الكأس وتصير الحياة أفضل. المشروع الأمريكي يحتاج إلى تعاضد داخلي، بدنا نقوي جبهتنا الداخلية بقرارات داخلية حتى يلتحم موقف القيادة والشعب الأردني. وأنا بعتقد الشعوب عندما تلتحم قيادتها ترى بتتجاوز أكبر المآزق. وإحنا في الأردن كنا بنذكر موقفنا لما كنا قيادة وشعب، كل الدنيا راحوا على العراق إلا إحنا، ومع ذلك سلمنا في هذاك السنة لأنه شعب أخذ موقف صلب ودعم قيادته. أنا بظن إحنا بحاجة إلى تعضيد داخلي، إلى تعزيز البنية الداخلية للدولة. هذا الأمر بده إصلاح وبده إعادة نظر في إدائنا الاقتصادي والاجتماعي. الإصلاح بشطره الرئيسي سياسي، بدنا نخلص هلا من كل يوم قانون تجريبي انتخابات والتفاف على إرادة الناس بأشكال مختلفة. أنا بقول بدي قانون كمواطن أردني يكون ابن السلط وابن الكرك وابن حمرة حمد لهم الحق بأن يسموا نوابهم لمجلس النواب نفسهم،
ما في حل آخر. بدك تمشي دولة متقدمة، بدك توسع فتحة هالبيكار، وبده يصير الانتخاب وطني. هلا قد يكون في انتخاب على مستوى المحافظات بتعطي نسبة للانتخاب الفردي، لكن بدك النواب يأتوا ببرامج أردنية وطنية. يعني عدم المؤاخذة إخواني، هذه القوانين والله قزمت البلد وجزأتها، وصار النائب اللي من الطفيلة ما له علاقة في ابن السلط، والنائب ابن السلط ما له علاقة في نائب في ابن عجلون. هو بقول لك أنا مهتم في منطقتي على أمل أني أطلع مرة ثانية. يعني هيك صفت القصة. بدك تعيد النظر في قانون انتخاب تعطي حصة فردية، ولكن يكون في نواب على أسس برامجية لدي ما يقوله ضمن اصطفافات موضوعية داخل البرلمان. جلالة الملك في أوراقه النقاشية بقول بدي حكومات برلمانية، وبدي يريحوني، وكلامه أني أرتاح من قصة تسمية رئيس الحكومة. هذا ما بصير إلا يكون في كتل برلمانية مش أميبية دكتور مايا، هلامية. بدك كتل حقيقية، لما يطلع فلان لفلان يسمى رئيس حكومة يتسمى عن كتلته، ومش الكتلة ثاني يومها خمس كتل مثل ما صاير في حالتنا. يعني احنا جربنا العمل البرلماني، بتزعل من كتلتك بتقول لهم بطلت، او بتروح بتشكل كتلة وزعل على زملائك الاولانية. ما انا بعتقد بدنا يطلع نواب لهم طبيعة وطنية، ولا مانع من ان يبقى نسبة للنواب المناطق والنواب الفرديين، لكن بده يكون في بلوك برلماني يعطي معنى وطني للبرلمان. بدنا نعيد ثقل عبد الحليم النمر، وبدنا نعيد ثقل النواب اللي بنقرأ عنهم ونفخر بوجودهم. هذيك الفترة لما كان يطلع نائب، هاي أسماء كلها في دار الحق، لكن كل واحد فيهم محسوب على الأردن. ما بتقدر تقول فلان والله من الكرك، ولا فلان من السلط، ولا فلان من الطفيلة. والله هذول كانوا نواب وطن، نواب لكل البلد. بدنا يعني بدنا طبعة، نعيد استنساخ طبعة بتطوير ما يوافق الحال الأردني. النقطة الثانية، وأنا هذاك اليوم في لقاء شرت في جلالة الملك، قلت له يا سيدي ما بجوز ما نتوقف عند سؤال كبير، ليش الأردن لرابع سنة على التوالي في كل المؤشرات والدراسات بتقول أن الأردن أغلى بلد في أفريقيا، في أفريقيا والوطن العربي؟ رقم 75. ها؟ رقم 75. لكن هي أغلى إشي في الوطن العربي وأفريقيا. طيب هذا سؤال كبير. أنا بعتقد بدها مراجعة داخلية هاي، لأنه العوامل الخارجية الاستيراد محسوب على الكل. يعني المفروض محسوب عليه وعلى اللبناني، ومحسوب على العراقي، ومحسوب على النيجيري. ما معنى أنه أنا أغلى بلد في العالم؟ طلعت قضية الأدوية دكتور، بيّنت واحد من عوامل ليش الأردن أغلى بلد في العالم، في 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 هذه المنطقة، في الوطن العربي خلينا نقول، مقارنة في أقطارنا. أنا بعتقد ما هو قائم على العلاج والتخفيض الرهيب والأرباح، يعني اللي كفر هاي اللي كانت تتحققها الشركات المستوردة، غير معقول. إشي نهبة، علاج حق والله، علاج في إسطنبول أخ أبو غيث بتذكر كنا مع بعض، إنه فوجئت لما علاج بأخذه في عمان نسيته، حقه في عمان 24 وإنه في 4 دنانير في إسطنبول. صحيح صحيح. وسألته عنه بقول له هذا صناعة تركية، قال لي هذا مش صناعة تركية، هذا سويدي. سويدي. ها؟ سويدي. ما بدلوه سويدي ولا سويسري. الكل جاب أنت الأدوية كلها من هناك. أنا هذا بالمصادفة البحتة. المصادفة البحتة إنه من 24 دينار وإنه في 4. وعلى ذلك واللي طلعت القائمة 1500 علاج نزلوا، هذه الاستنك اللي كان ببيعوها للناس اللي بدهم يحطوها الشبكة 2000 ولا ما بعرف قديش، وينها بيع 25 دينار، وينها 400 ولا 375. يعني نزلت بشكل،
وعلى ما يقاس على قطاع الأدوية نحن عندنا مشكلة في كل القطاع بكل المستويات. واضح انه يعني هذا يفسر ليش البلد اغلب بلد في 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 المنطقة. اخواني النقطة اللي دخير بدي اقولها حتى ما يكون كلامي نظري وهذا طرحته على مستويات مختلفة من القرار. يا عمي احنا المستهدفين بالدعم في الاردن هم الناس اللي 1000 دينار فما دون. هذا اللي الدولة بتفكر فيه انه كيف ندعمه. الدولة بتقول انها بتدفع دعم مباشر وغير مباشر للمواطنين الاردنيين 400 مليون. طيب ماذا لو اعطيت ال 400 مليون للمؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية وهذه المؤسسات لها نوافذ تسويقية في كل قرية في الأردن وفي كل قرية يا في مدنية يا عسكرية موجودة الثنتين. أعطيهم هال 400 مليون حتى مش فلوس مش نقد أعطيهم إياه إعفاء ضريبة مبيعات وإعفاء جمرك وقول هذه المؤسسات لا يدخلها إلا الأردني المستهدف بالدعم وعمل له بطاقة وخليه يفوت. أنا أسرتي يا سمير 4 أشخاص ومستهدف بالدعم بفوت بأخذ احتياجاتي الرئيسية لشهر بسعر مدعوم. أنت هيك بتأمن الدكتور اللي بتحكوا عنها قديش لازم بروتين وكالوريز وكذا يأخذ المواطن الأردني. بأمن أنه صحة مواطني يأخذ احتياجاته بسعر معقول وبعدين خلي هالسوق يولع. هاي بستفيد منها من شغل بحمي المواطن الأردني المستهدف بالدعم أولا، واثنين بخلي السوق يتواضع بأسعار وتنافس مضطر ينزل حتى ينافس هذه المؤسسات العسكرية والمدنية. وبعدين اللي بده يسوي مثل ما بيسوي في الكرك والسلط 500 منسف يروح يشتري من السوق ويسوي 1000 منسف. لا يجوا شو احنا بنحكي عن المواطن اللي بده مسانده اللي بده دعم اللي الفقير اللي احنا كنا حاسين ان الاسره الاردنيه قاعده اللي في الطبقه المتوسطه في ظل هذا الغلاء غير العادي وفي ظل ثبات الرواتب وفي ظل البطاله اللي بترتفع وفي ظل الفقر قاعد بيكبر بيتسع بيحتل مساحات جديده في الاردن. انا بعتقد الدوله بحاجه الى تفكير نوعي. يعني انا ما بدي ادخل في منظار النقد للدولة بس انا بحس بالمناسبة امبارح قالوا ميركل صاير معها ارتجاف تبع المانيا. انا بعتقد حكومتنا عندها ارتجاف يعني ترجف مثل ميركل. لا بس هو واقف صار لما مشت راح اما احنا ما عمالها بتمشي بس بتظل ترجف. جمال بيه بدبروها يعني شوفوا هالدكاتره اللي وش الرجفه يعني لا تؤخذ قرارات حقيقه. يعني لما يقال وهذا رقم رسمي ان الحكومه شكلت 270 لجنه حكومه الرزاق شكلت 270 لجنه خلال عمرها خلال سنين في خلل. مش ممكن يكون عندك 270 قرار مش مغطى بالقوانين والأنظمة. مستحيل. واضح انه في ارتجاف انه ما يحط الواحد توقيعه على الورقة. انا بعتقد انه بدنا حكومة اكثر التصاق في الناس ايدها على نبض الناس بتعد نبضاتها شوف قديش تعيدها لوضعها الطبيعي. والموضوع الوطني انا بعتقد ما في مشكلة اذا ما استطعنا موضوع الوطني قصدي ما فوق وطني القضية الفلسطينية انه نخلق هذا التعاضد الاقتصادي الاجتماعي نخفف من غلواء الفقر نخفف من غلواء البطالة. وهي انا ما بدي اطيل عليكم في حلول. الصين في رمضان كنت في الصين يا جماعة بعشر سنوات الاخيرة رفعوا 450 مليون من دائرة الفقر إلى الطبقة الوسطى. يا جماعة إحنا شو قصتنا الأردن؟ كنا 7 مليون إحنا 7 مليون أغنيانا وفقرانا وكلنا. يعني أنا بعتقد الأردن إذا بتحاكي قضاياه بما يحتاج الناس
وبدون نقل من برا وبدون مثل ما بدهم البقرولي الشباب بقول لك والله يكفي أمريكا بيسوي. يا أخي أمريكا يا أخي لا يجمع الكيلو متر والكيلو جرام، تقول 2 كيلو جرام و2 كيلو متر يساوي 4. هذه حالة ونحن حالة. أنت بدك تجترح حلول وطنية شباب أردنيين يعوا احتياجات المجتمع الأردني، يربطوا ما بين المعرفة وما بين الضمير والعقل. أردنيين في عندهم حالة انتماء للوطن، مش خبراء واحد بيسولف عليك هون كأنه سالفة بيسولفها في نيجيريا وبيسولفها في البرازيل. بدك اجتراح حلول وطنية، وما بظن أنه بلدنا أصلاً هذه البلد لا تمتلك إلا الكفاءات. والله من جلستنا هاي بتشكل مجلس وزراء بقرأ وبكتب. البلد مليئة بالكفاءات ومليئة بالمنتمين ومليئة بالنظام. وبدي أنا أقول أنه في الأخير في الأشهر الأخيرة مكافحة الفساد حقيقة أمر يثمن ويسجل. هذا يسجل والأشياء أبو قيس الإشي الإيجابي بدك تشير له كما تشير للسلبي. هذه قصة مهمة أنه قاعدين الجماعة بيتابعوا قصة الفساد، وهذه قصة مريحة وبتريحنا كلنا. نشكر وكالة رام باسمكم وباسم الضيوف الكرام اللي بيغطوا هذه التعليل الحواري، واللي بده يتابع الصور واليوتيوب على الموقع على صفحة الفيسبوك. ونشكر وكالة قناة تراث الصلب برضو كمان غطوا. واحنا بهاي المناسبة منبارك لشاب مبدع بيناتنا ابن الصلط السيد حسام القناوي اللي حصل على المركز الأول في قارع الأردن. في مقرع الأردن قارع الأردن حصل على المركز الأول وتفوق وما شاء الله. وجهه وسيم ما شاء الله. احنا ليلة ثانية بتنبينا. أنا ما بدي أكون تقليدي كمدير لقاء وعيد شو اللي تفضل فيه معالي لعدة أسباب. أولاً معالي حكى بلهجتنا وكانت واضحة ومفهومة. بعدين كلكم متحدثين مبدعين، فالمستمع الجيد هو المتحدث الجيد، هاي قاعدة. وأنا شفت اهتمامكم وانشدادكم، لذلك ما بدنا نعيد شو اللي تفضلوا حكى فيه معالي. احنا خلينا نتفق على وقت نهائي لهذا اللقاء، لانه السهره بهالوجوه هاي بتمتد وفي ناس بصراحه يعني حكى انه ملتزم. الا اذا انتم بدكم معذب بقول لك معاكم للصبح. حياكم. الاصلاح السياسي قبل الاصلاح الاقتصادي، هيك اني فهمت من معالي. انا سؤالي المحدد انه وين دور الاحزاب السياسيه في الاصلاح السياسي؟ الله يخليك وسلمك. أنا سأتحدث عن الثلث الفارغ من الكأس، واللي بتمنى إنه ما يتعمق هذا الثلث ويصير نص الكأس بقى. صحيح. يعني نحتاج إلى جهد كبير في هذا الإطار. إحنا الأمور عندنا، أنت يعني بينت بعض يعني الإيجابيات في الحياة الأردنية وهي حقيقة موجودة في كل الاتجاهات، لكن نخشى على هذا الثلث أن يتعمق ويصير أكثر وأكثر. لذلك أعتقد أنه الإصلاح السياسي يعني يجب أن يكون أولى الإصلاحيات الإصلاحات بشكل عام، لأنه بدون الإصلاح السياسي لن يكون هناك إصلاح اقتصادي. في مشكلة عندنا، تحدث عن قانون الانتخاب وعن يعني الوطن، توسيع القاعدة للوطن. كان عندنا تجربة بهذا الإطار، كان في عندنا القوانين الوطنية، هاي التجربة أثبتت فشلها الذريع. قوائم وطنية يعني على مستوى الوطن طلعنا ناس صاروا يقولوا احنا نواب وطن، ونواب الوطن اول ما وصلوا البرلمان نفس القائمة اللي كان فيها نواب وطن اختلفوا وراح كل واحد بجهة. يبدو انه البناء السياسي عندنا غير سليم، والبناء السياسي يتعمق في يعني تعميق الحياة السياسية بشكل عام الحزبية. الحياة الحزبية عندنا لا زالت يعني دون مستوى أن تصل إلى قبة البرلمان، وهذا وضع طبيعي لأنه يعني ممكن إحنا نعيش سنوات طويلة وإحنا ننظر بشأن نصل لقبة البرلمان، خصوصاً إنه بعد يعني سنوات طويلة من قمع الحياة السياسية بالبلد من 56 لحد 90، وإحنا بالحياة السياسية ما بنعطيهاش دورها، ولسه بنخاف من الأحزاب، ولسه بنخاف إنه في لقاء مع جلالة الملك أكثر من مرة يعني كانت رغبته إنه يكون في ثلاث أحزاب ثلاث جهات يسار يمين وسط،
وهي بتشكل الاحزاب السياسيه. احنا بدنا الاحزاب السياسيه تكون قاعده برلمانيه، وبدنا الحكومات البرلمانيه، بدون هيك مش راح نتطور. احزابنا على عاتقها دور كبير، هي اللي لازم تتطور، هي اللي لازم يعني تصل لقبه البرلمان من خلال توسيع قاعدتها الشعبيه، والا ما بتصل. احنا مشكلتنا في مجموعه المسائل والمعضلات، في تداخل السلطات، وهي مشكله كبيره. السلطه التنفيذيه يعني تتغول على السلطه التشريعيه بكل الوسائل. قانون الانتخاب كمان مش دقيق، تدخل في الانتخابات هي مشكله كبيره. لن نصل الى مصاب يعني، ولن نحمي هذا الكاس الثلث من انه يتحول لاكثر من ثلث اذا ما حسننا امورنا السياسيه وامننا الاصلاح السياسي. شكرا. اصدر مرسوم ملكي باللامركزية، وتم العمل على اللامركزية، لكن على أرض الواقع لم نلحظ أي شيء من اللامركزية، علما بأنها بدول سواء في أوروبية أو دول المغرب العربي كان لها النصيب الأكبر في تحسين أوضاع المواطن وحل المشاكل عوضا عن النواب. لماذا النواب يحاربون اللامركزية؟ الباقي عندك سيدي. شكرا لك. وأعراض المرض يعني، بيجيك واحد بيقول لك راسي بوجعني وبطني بوجعني وإيدي بتوجعني، لكن هو بحاجة إلى تشخيص، إلى تشخيص الحالة وإعطاء العلاج حتى يخلص من كل هذه الأعراض. إذا أنت بديت تعطي قطرة وتعطي وجع، لوجع الرأس ولا الإمساك ولا المقحة، لن تصل إلى تشخيص المرض وإعطاء العلاج المناسب. هذا بادئ ذي بدأ. فأعتقد إحنا بحاجة إلى جلسات وحوار وطني معمق في مشاكلنا والأسباب التي أدت إلى جملة هذه المشاكل الكثيرة المتشعبة اللي كلنا انطلقنا في كل المنصات الاجتماعية، كلنا نحكي فيها وننتقدها. برضو بدنا ننتبه لقضية هامة جدا، المرحلة السياسية اللي بتمر فيها الأردن هي مرحلة لا تحتمل الهزار ولا تحتمل الفلتان، لأنه هذا ينعكس ارتداد وخطير على الوطن. ولا راح نصلح بعدين ولا راح نلحق نسوي شيء، لأنه هذا بتخاف من الخراب، والخراب مش سهل أنك أنت ترجع. يعني بتصير تتمنى تقول يا ريت ضليتني على اللي أنا فيه، هذا اللي القصة اللي أنا موجودة فيها. فمثل ما تفضل معالي، بدك أنت ثبات أقل ما فيها اجتماعي، ثبات وطني. كلنا نتفق على قضية واحدة، إنه ثوابت الأردن وثوابت الوطن هذه ما حدا بده يلعب فيها. إحنا بحاجة إلى إصلاح بأخذ حبة هالدواء، نشوف وين مرضنا بهالقصة الفلانية ونعالج. هذه بعتقد من أهم القضايا اللي لازم إحنا نشتغل عليها. هلا الشق السياسي ام الاقتصادي؟ انا برايي هي مؤتمر البحرين، والله شقه الاقتصادي بجوز قد يكون بحكي في مليارات وهي، لكن الكل رفضوا. ليش؟ لانه غير مقرون بالشق السياسي الاصلاحي. فالشق السياسي هو بده يمشي متوازي مع الشق الاقتصادي. وبعتقد اذا كانت جمله الاصلاحات مع بعضها السياسيه والاقتصاديه احنا بنطلع. بيظل الموضوع اللي انا حتى لا اطيل الاخير، يعني احنا بدنا نعتمد على شيء، والاردن بجوز راس ماله برأي قيادته. لما احنا بنشوف المراحل السياسية اللي مر فيها الاردن، سواء من مرحلة المراحل القديمة لما كلنا عشنا سنوات الفقر والعوزة والحاجة والبلد ما كانش فيها شيء، يعني بقول جيلنا شاف كل شيء، ما اعتقدش في العالم او في تاريخ الوجود مر على هذا، مر عليه مثل ما مر على جيلنا. احنا شفنا الناس وهي عايشه على الضوء، وعايشه وبتشتري الناس بالقرش وبالتعريفه اغراضها اليوميه، وبرضه بحال اللي احنا شايفينه ارقى الوجود وأرقى الأشياء وأرقى الحالات الحضارية موجودة في هالبلد. برضو التوازن السياسي اللي عاشته الأردن بفضل برضو كمان القيادة. إحنا لم تكن في يوم من الأيام قيادتنا إلا متوازنة، وكانت
تعمل تشبيك جيد بين كل المقومات السياسية في البلد، حتى المقومات الاقتصادية، حتى طلعنا من كل هذه المراحل والمطبات الهوائية والمطبات السياسية، كل المطبات اللي بتخوف اللي كانت خطر على الأردن صراحة تجاوزناها بحكمة وبدراية وبشكل جيد. بكرر وبأيد بشكل كبير جدا، ما بصير احنا نظلنا نقول كويس الأمور، لا، الكاسة لازم نعبيها بإيجابيات ولازم نكملها بشيء جيد. واللي تفضل فيه المهندس جمال كلام دقيق وكويس، حتى لا تتعمق هذا الثلث، نظلنا احنا نتفرج على زاوية خاطئة ونشوف الزوايا الكبيرة. لازم نعظم الإيجابيات في هذا الوطن، نبحث عن الأشخاص الجيدين المنتجين اللي باستطاعتهم يديروا مرافق الدولة بشكل جيد وممتاز، ونوقف معاهم ونوقف وراهم، واللي عندهم نظرة وعندهم رؤية لتحسين الواقع والوضع. وبعتقد أنه بهذه الصورة إن شاء الله ربنا بيسلم هالبلد، وأنا آسف على الإطالة، شكرا جزيلا. بختلف على حب الهاشميين وعلى قيادة جلالة سيدنا. الشغلة الثالثة اللي تكرمت بيه معليك، أن الأردن فعلا قفز قفزات نوعية، هذا الحكي مظبوط 100%. بس شو الغلط إن نحلم؟ شو الغلط إن نتطور؟ طبعاً المشاكل اللي موجودة بالأردن، جيب الطالب بالصف الرابع بالصف الثالث اللي بيحبي يقول له شو مشاكل الأردن، معروفة الأردن. الجوز تذكروا بالسلط أيام الدكتور عبد الرزاق نسور كان عندنا مصنع طناجر ومصنع تيفال ومصنع جينز، صارت المصانع تسكر أول بأول. ليش ما حكومتنا الرشيدة تفكر بمجال الصناعة؟ يا أخي خلي الحكومة تسوي مصانع، تشغل شباب هالبلد، تكون بإدارات حكومية. يا أخي اختصروا من ميزانية وزارة الأشغال ولا ميزانية هذا، حطوا لكم مبلغ معين بالسنة، لا تبلش بالصل، بلش بالطفيلة، بيه مصنع قزاز بالطفيلة، بيه مصنع السيليكا بالطفيلة، في نحاس بالطفيلة. ليش ما احنا نتجه عند الصين؟ ليش زي الصين مثلا اعتمدت على الصناعة؟ احنا ما في انتاج، بالعكس المصانع قاعدة من وراء الضرائب، من وراء الهضاء قاعدة بتسكر. يا أخي قلل الضرائب على هالناس، خفف الضرائب، أقول لك زيد المواطن الأردني رواتب الموظفين 100 دينار بدل ما الدولة بالسنة تحط لها تأخذ لها 100 ولا 200 ألف من وراء تراخيص البناء، اللي المواطن اللي بيجي 100 دينار بالعكس بزيد القوة الشرائية، بصير ببني، بفتح مشروعه، بمشي السوق، السوق وقف يا أخوان. والله يا معالي الوزير والله، ويعني أنا بدي أقول لك من الطبقة الأقل من عادية من الناس، والحمد لله مستورة شايف. لكن والله قطاع الإنشاءات وقف، والله قطاع البنى وقف، والله المصانع وقفت، والله محلات الألبسي وقفت. هاي لازم تكون يا أخوان، إحنا قلت لك ما حدا مختلف على القيادة السياسية، كمان الحمص وقف. بقول لك يعني السلافة صارت إنه تعال على المواطن الكل مشكي يا معالي الوزير. هاي المفروض حكومة الرزاز أو غير الرزاز، مين ما كان استلم، مين ما كان يجي يقعد يقول تعال يا عمي، وين وين، حط ايدك على الوجع، هاي الوجع معروف. خفف الضريبة على المواطن يا اخي، خفف يا معالي الوزير. المنطقة الحرة اللي السيارات بيها الشهر هذا صفر ولا سيارة طلعت، خفف الضريبة بالمنطقة الحرة، خلي الدولة تكسب وخلي المواطن يشتغل. معالي الخايل وابو قيس، انا مقتنع انه الاصلاح الاقتصادي لابد ان يسبقه اصلاح سياسي، يعني بدهم يمشوا مع بعض. انه انت عندك اصلاح سياسي بده يفضي بالضروره الاصلاح الاقتصادي. احنا مشكلتنا انه عطلنا الاقتصاد الاصلاح السياسي، وكل خططنا ونشاطنا انتقائي وتجريبي، نجرب ما بتزبط نغير. لذلك اللي بتفضل فيه جمال بيك يعني بتسوق. جمال بيك انا ما اخذت وقت كافي او ما عرجت عليها. أنا لما أقول قوائم وطن، هذه مرتبطة بالضرورة بأحزاب قوية. ما في مش طبعة سخيفة هاي اللي صارت إنه بنسوي هذه وبجيب ناس معها. لا أسخف من هيك. لا لا. عطرت عمل برنامج. أنا بعتقد إخواني إذا في رغبة
في الإصلاح السياسي بده يبدأ. جلالة الملك بيقول بده 3-4 أحزاب، وهذا صحيح. لن يكون لدينا 3-4 أحزاب في المرحلة هاي إلا بالتشريع. أنا بظن إنه الدول الآن معنية تيجي تقول أنا برخص 4 تيارات. أنا برخص تيار قومي، برخص تيار يساري، برخص تيار وطني، برخص تيار ربما بمرجعية إسلامية. بيكون عندي 4 تيارات 3 تيارات، واللي بده يشتغل في العمل السياسي هاي التيارات اللي قدامك. ومن هون بيجي قانون انتخاب على مستوى الوطن، مش دكاكين بالضبط. ولما يطلع النواب مش سمير والله في التيار الفلاني طلع نائب، لما يزعل ببطل. هذا المقعد بيكون للتيار مش لسمير. انا بعتقد هذا يعني بتحرق مرحله وبتدخل في 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 مرحله اخرى من العمل السياسي الايجابي للاصلاح. فالتطبيق انا بختلف معك، هذه كانت طبعه يعني مشوهه، قصه القوائم وما شابه. استاذ قدوم اللامركزيه حديث طويل، لكن انا بعتقد كمان في اللامركزيه، وهي اخوي ابو علاء موجود، احنا سوينا اللامركزيه ويعني طلع وليد مشوه. وليد مشوه هذا وليد بده شو بسموه الدكاتره لما يسووا جهاز مشان يمشي وما يجي وهذا حديث طويل، وانا لدي كثير يعني في هذا الموضوع لدي الكثير، لكن مش وقته، لكن يحتاج حقيقة إلى شيء، إلى تعديل القانون وتعديل جذري في مسائل مفصلية. وما بظن إنه النواب ضده، يعني بالعكس أنا صارت لا مركزية إنه برتاح، بصير مشرع وبصير وببطل بخلص من ضغط الخدمات، مراجعة الناس. تتعارض مع مصالح معاليك، لأنه السلام فضلته فيه ان النائب انه بده في المره القادمه انه يقدم خدمات على اساس ينتخبوه. لا مو احنا شوف انا بدك تربطها استاذ روحي فيما طرح سابقا، انه انت منظومه الاصلاح السياسي والاداري واحد، يعني بقدر ما بدك تصلح في البرلمان بخطوات متوازيه بدك تمشي في اللامركزيه. انا بايد كل هاي حزمه واحده، انا بايد كلامك باللي طرحته الان. لو يكون في عندنا مجموعه من الاحزاب لا تتجاوز 4 احزاب على اساس نكون حكومه برلمانيه، لكن للأسف الآن النائب فقط بهم مصلحته في الدرجة الأولى. يا سيدي احنا بنسخ عن النواب كثير، ما هم افرازنا يعني، بدنا نغير القانون مشان افرازنا يكون أفضل. هذا ما يعني اسمح لي معليش، احنا الآن نتمنى أن نكون لدور الشباب شيء فاعل في صنع القرار. احنا بنتمنى هذا الشيء. استاذ روح إن شاء الله الشباب موضوع نسبي، بتشوف واحد عمره 80 روحيته شاب اكثر من شاب عمره 25 سنة. هذه انا قصة الاعمار انا ما بيد الله. على كل حال الاستاذ وليد اللي بتحكيه صحيح، يعني استاذ دكتور علي انا بتفق في كل المعاني الطيبة اللي تفضلت فيها، ما بختلف ابدا عليها. والاخ وليد نسور فعلا يعني هذاك اليوم تطلع وزيرة الطاقة، يعني إشي بتقول بدك تشجع الاستثمار وبدك تعمل صناعة في البلد، وبتطلع الوزيرة بتقول أوقفنا مشاريع الطاقة المتجددة. هاي بتقول الأستاذ جمال أوقفناها، رحت على غرفة الصناعة أنا كيف أنا بدي أنافس إذا أنت في بعض الصناعات الطاقة عنصر الطاقة 70% من الصناعة، كيف بدي أنافس إذا بتعطيني كهرباء غالية؟ بدي أنافس السعودية وأنافس مصر وأنافس كذا. خليني أعمل طاقة متجددة لحالي لمصنعي وأعمل طاقة صفر وبنافس، ولا لا؟ لكن أنت بتجي يعني أنت مش مخلي مصلي علي، أنت مش مسمي علي، مش تاركني بحالي. يعني في مسائل حقيقة غير مفهومة بتجي، مثل ما تفضلت السيارات يا جماعة، أي تاجر بيعرف أنه بيع كثير زائد ربح قليل بالنهاية يساوي ربح كثير، ولا لا؟ طيب انت جربنا اول مرة مع الحكومة السابقة الملقي رفع على الهايبريد، ما ناس بطلوا يشتروا هايبريد، اجت الحكومة الحالية رفعت على الرفع على الكهرباء مثل ما تفضلت، هي ومنها سيارات. يعني بدها حقيقة تفكير مش جبائي،
مش واحد قاعد ودلم قروش. بدك تفكر كيف كيف تولد القروش، ويوم تتولد القروش بتصير حصتك من القروش. ما أقولي آسف على الإطالة، لكن بعض الإيضاحات اللي في وقت معنا لا أكثر وأقل. الله يطول عمرك. الواقع أنا بدي أحكي دائما، أنا بحكي من إحساسي ومن تجربتي ومن ليش اللي بحس فيه أنا وبشعر فيه أنا. يمكن أنا عمري في حياتي ما كنت معارض للحكومة ولا يمكن أكون موالي للحكومة. أنا بشتغل بالقطعة، القطعة الكويسة بنحطها على رأسنا من فوق، والقطعة اللي شو الكويسة بنحطها. وإحنا في الأردن لما نجتمع اثنين، الثالث تبعنا مشاكل الأردن ومساوئ الأردن والوضع السياسي والوضع الخربان والوضع اللي مش داري وين، وكل هذا الكلام بيكون محورنا. لما تطلع خارج هذا البلد وتطلع خارج هذا البلد وعلى أحد الدول اللي أنا طلعت عليها بس لسبب، أنت بتتمنى ترجع تبوس التراب اللي بتمشي عليه في هذا البلد. يعني بترجع تحس إنه أنت وين، أنت عايش في إشي لا يمكن. للسبب الحقيقي والفعلي انه افضل اشي في الانسان يحصل عليه يكون حر. المشكلة لما تكون انت قاعد ما بتقدر تعبر عن رأيك، ما بتقدر تحكي للي في جنبك شو احساسك وشو شعورك. احنا هذا بنخبص وبنحكي وبنسب وبنطلع وبنحكي بنفش قلبنا. بس انت طبعا لما شو ما بقول لك انت بدك تقول لي ما انت يعني شو اللي شايف في البلد. انت ما شفتش خارج هذه البلد في الدول اللي الواحد يعني لما يكون عندي مليارات الدولارات وكون عم الملك وكون ابن عم الملك وكون عندي كل هذه الدنيا ما قدرش أتكلم حاجة، ما قدرش أتكلم كلمة. أنت فاهم علي كيف؟ فأنت المشكلة الحقيقية الفعلية اللي موجودة عندنا إحنا هنا إنه إحنا بنستاهل الأفضل وبنستاهل الأجمل. عندنا ملك مجمعين عليه. اليوم مشكلة العالم العربي لما يكون فيش رأس نظام مجمع عليه. عندنا موقع استراتيجي موجود في الدنيا كلها بحاجتنا احنا، مش احنا بحاجة الدنيا. عشان هيك الاردن هو الرقم الصعب مش الرقم اللي مش صعب. احنا بنحمي اسرائيل واحنا بنحمي السعودية، وهذه المناطق كلهم العالم كلياته بحاجة لشغلتين، بحاجة لحماية اسرائيل وبحاجة لتدفق منابع النفط. انا ما بتكلم خيانات وبنحميها احنا لانه هم يهود واحنا ما عادانا. انا بتكلم الله منحنا موقع استراتيجي ما منحه لغيرنا. عشان هيك ترامب وابو ترامب ونتنياهو وكلهم بحاجه يعني مش احنا بحاجتهم. هذه المنطقتين الثنتين هذولا بيخلينا احنا الرقم الصعب. الان الحقيقه الفعليه اللي بتهمني انا اللي بتكلم فيها وكنت ناوي اتكلم فيها لو كنت سمعت الصوت. اليوم احنا المشكله الحقيقيه في الاردن احنا جزء من امه عربيه مخزمه، جزء من امه عربيه مهلهله، جزء من امه عربيه. انا شو انا اليوم لما بشوف الايرانيين واحد بيحكي عنهم، وبشوف الاتراك واحد بيحكي عنهم، وبشوف العدو الصهيوني واحد بيحكي عنهم، وبشوف العرب 22 او 23 واحد ب 23 راي 23 فكره ب 23. اذا كان انا موقفي السياسي في الاردن انا كيف بدي اقدر اشتغل اذا ما كنت انا عبارة عن ربان سفيني ماهر بمشي بين حقل الغام، بدي أرض السعودية وبدي أرض قطر. إذا زعل علي السعودية 500 ألف أردني ثاني يوم في الأردن، وإذا زعل علي القطريين 100 ألف أردني ثاني يوم في الأردن، وبدي أرضي روسيا وبدي أرضي أمريكا وبدي أرضي الشعب الأردني وبدي أرضي إسرائيل وبدي أرضي إيران وبدي أرضي مصر. أرضي مين وسوي مين وعمل مين؟ والكل بيجي بيقول لك بفكر حالنا دولة عظمى، وبفكر حاله الملك قادر على كل إشي، وبفكر حاله كل إشي. يا عمي أنتوا وين وإحنا وين والدنيا وين والعالم العربي كله وين؟ إحنا مشكلة في ضياع مش مشكلة في قطر. أنا ما بتحدث عن الأردن، والأردن بكل مساوئ اللي بتنتقدوها لسه وجه البكس في العالم العربي. أنا ما بدي أزيد وأحكي زيادة، بس بدي أحكي عن الأحزاب في الأخير اللي تجربة الحزبية بدي أحكيها. لا حكومة بدها أحزاب ولا شعب بده أحزاب، ولا أحزاب مهيئة تكون أحزاب، وهذا الواقع والحقيقي. لأنه العالم العربي ممنوع عليه شغلتين، ممنوع عليه الديمقراطية وممنوع عليه التكنولوجيا، لأنه الثنتين بتزول إسرائيل. إذا في ديمقراطية في العالم العربي مصيبة على إسرائيل، وإذا في تكنولوجيا مشكلة في إسرائيل، وهذا واقعنا العربي. وشكرا. وما إنه موضوع الكهرباء وموضوع الإنجاز، لا شك أنه في إنجاز، لكن هذا الإنجاز في الأردن دون الطموح ودون الأمل. وحقيقة هذا التطور تطور تاريخي، تطور طبيعي في هاي السلسلة الزمنية. أنا بقول أنه إحنا في الخمسينات والستينات كنا متقدمين في الأردن 200 عام على 2019 حقيقة، بالفكر اللي كان موجود بالخمسينات والستينات والمواطنة والانتماء للوطن مش موجود بال2019 حقيقة. يعني موضوع الأحزاب، كيف يمكن أن أكون حزبيا وبنفس الوقت الدولة تطالب الأحزاب، وبنفس الوقت يمنع تعيينك أو تعيين ابنك إذا كنت منتسب لحزب؟
الإشكالية هاي أنا يعني بضحكوا على مين معلك للأمانة يعني. يعني أنت هلأ قبل فترة نزلوا بالتعليم العالي وكانت واضحة إذا كنت منتسب لحزب ما بتطلع تعيين أو بالخارج ثقافة إلى آخره قبل شهرين أو ثلاثة تقريبا. فبالتالي في تناقضات كبيرة جدا. موضوع الدواء معلك، طب أنا بستغرب وبستعجب، يمكن حكيت مع الدكتور علي في هذا الموضوع، هذا الموضوع حكيت فيه من 10 سنوات. الدولة ما انتبهت في العطاءات الحكومية إنه الدواء سعر الدواء 40 قرش والصيدلية بنبيع 20 دينار. مين المسؤول؟ هل يعقل وزارة الصحة كاملة ومدراء عامين ما كانوا ينتبهوا إنه سعره بالعطاء لا يذكر والشركة ربحانة ومع ذلك لم يأخذوا قرار بتخفيض الدواء؟ وشكرا.